تشبه المرحلة الحالية اللي عم بتعيشها قوى 14 أذار وخصوصا المسيحية منها، المرحلة اللي كانت عم بتعيشها أرنة شحوين قبل انتخابات 2005. هذيك المرحلة أدت لانفراد عقد أرنة شحوين واللي أنهت مرحلة مهمة من تاريخ المسيحيين من خلال الاجتماعات اللي كانت عم بتصير بهذيك الفترة تمهيدا لخروج الجيش السوري من لبنان. الانتخابات النيابية عام 2005 أنهت أرنة شحوين نتيجة الخلافات السياسية اللي كانت بين أعضائها حول قانون الانتخاب وحول تركيب اللوائح. المرحلة الحالية اليوم عم تشبه المرحلة الماضية بكل حذافيرها، فالأسبوعين الأخيرين شهدوا في قوى 14 أذار مجموعة خلافات وخصوصا بين القوى المسيحية، وشهدنا بالويك أند الماضي الزيارات اللي صارت بزحلة من رئيس الهيئة التنفيذية بالقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والرئيس أمين الجميل. والمعروف أنه خلال الفترة الأخيرة صار في خلافات جدا عميقة بين الكتائب والقوات حول الترشيحات بعدد من المناطق والأقضية اللي حاليا عم بتحاول قوى 14 أذار لملمت هذه الخلافات. من هيك تكثفت بالساعات الأخيرة اللقاءات والاتصالات على مستوى أركان قوى 14 أذار لرسم استراتيجية جديدة لخوض الانتخابات، وخصوصا أن الاستطلاعات الأخيرة بينت تقدم المعارضة والعماد عون ببعض الأقضية وخصوصا بجبل لبنان والشمال. بهالوقت 14 أذار عم بتعاني خلافات على أكثر من مستوى، الكتائب والقوات من ميل وخصوصا الكتائب بسبب تقديم ترشيحات منفردة بعيدا عن الاجتماع والتوافق داخل 14 أذار، وبعض الأفرقاء داخل 14 أذار الذين قدموا ترشيحات من دون العودة للاجتماع الموسع المفترض ينعقد خلال هذا الأسبوع لجمع كلمة 14 أذار وتوحيد اللوائح. فبشوف لاحظنا بعض الترشيحات المنفردة بعكار نفس الشيء وبأقضية جبل لبنان أيضا. من هيك نحن ننتظر الأسبوع الطالع لاجتماع موسع ل 14 أذار لبلورة اللوائح وتشكيل لوائح موحدة ل 14 أذار بتخوض فيها المعركة ضد المعارضة، وهذه الاتصالات عم بيقودها نائب وليد جبلان والنائب سعد الحريري اللي عم بيحاولوا قدر الإمكان التخفيف من الاحتقان المسيحي وتوحيد الترشيحات المسيحية بعدد من الأقضية.